Yeah.
ماس أوسيو سوباتير وبنتوكراتور بناجيتري سلي سلماس. نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل كل نعمك وعطاياك. تباركنا يا رب في هذا اليوم المبارك وفي هذا العيد، وتعطينا رب أن نفرح بهذه البشارة التي ملأت بها العالم كله فرحا ونعيما. تباركنا يا سيدنا الصالح، ونصلي إليك من أجل كل أحد. نصلي إليك يا رب من أجل إخوتنا المرضى والمتضايقين والذين ليس لهم أحد. أن تذكر يا رب جميع النفوس المتعبة والقلقة، وتعطينا يا رب على الدوام أن نفرح بحضورك وبوجودك وبسكنك في قلوبنا. عينك علينا يا رب من أول السنة إلى آخرها، تدبر أمور حياتنا وتهيئ طريقنا لأنك إلى خلصنا. اسكننا جميعا في مرحمك، واغفر لنا خطايانا، وارفع عننا يا رب كل ضعفاتنا. واذكر يا رب سلامة حياتنا وسلامة بلادنا وسلامة كنيستنا وسلام العالم كله يا رب. أعطي يا رب نعمة ومعونة. أنت قلت أنه في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. نحن ننظرك يا سيدنا الصالح غالبا ومنتصرا من أجل أن نعيش في سلام على الدوام. بشفاعة أمنا العذراء مريم والملاك الجليل مخيين وقديس العظيم ماري مرقس الرسول وبركة عيد البشارة المجيد، اسمعنا لما نقول بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة، أن لك الملك. هللويا 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 يسوع المسيح ابن سد من العذراء، أبدأ باسم الله القدوس بديلك سموحين نفوس سيدنا يسوس بخريستوس الذي تجسد من العذراء بسر وحيد لا بالمكنون الذي عجز عن فميل بشريون ولم تحصر أوصافه المنشئون الذي تجسد تنبأ الأنبياء الأولون المتقدمون والمتأخرون بتجسد الكلمات مكنون الذي اسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح من أجل تعلمنا جزء من إنجيل قداس يوم الأحد السادس في الصوم الكبير من إنجيل معلمنا يوحنا البشير الإصحاح التاسع اللي هو إنجيل معجزة المولود أعمى. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته
فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلع بالطين عيني الأعمى وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو. آخرون: إنه يشبهه. وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصره؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. فلم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر، حتى دعوا أبوي الذي أبصر فسألهم قائلين: أهذا ابنكما الذي تقولان أنه ولد أعمى؟ وأما كيف يبصر الآن؟ أهذا ابنكما الذي تقولان أنه ولد أعمى؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم أبواه وقال: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، وأما كيف يبصر الآن فلا نعلمه، أو من فتح عينيه فلا نعلمه. هو كامل السن، اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد عاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه أنه كامل السن، اسألوه. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له: اعطي مجد لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، أنني كنت أعمى والآن أبصر، والمجد لله دائما أبديا، آمين. في البداية بهنيكم بعيد البشارة، عيد البشارة المجيد، وده تاريخه ثابت 7 أبريل اللي هو الموافق 29 من شهر برمهات. 29 بيبقى قبل عيد الميلاد، وعليكم خير السنة الجاية يوم 29 كياك، يعني من النهاردة يبقى 9 شهور الحمل، من 29 برمهات ل 29 كياك. وطبعا عيد البشارة ده بيسموه عيد الأعياد. ليه؟ لأن من خلال البشارة كانت بداية كل الأعياد اللي بنحتفل بيها على مدار السنة الكنسية. ولما بيجي في وقت الصوم، وغالبا لما بيبقى في وقت الصوم بيكسر الصوم، تلاقوا الألحان فيها شبه نغمة الفرح،
وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه الصوم الانقطاعي، بيبقى فيه العشية ويبقى القداس أول اليوم. كلمت وياكم من بداية هذا الصوم المقدس على أنك يمكن أن تقابل المسيح، مرة نقابله في المخدع اللي هو مكان الصلاة الخاصة، ومرة نقابله في وقت خلوة أو في البرية، تالتة نقابله في البيت زي الابن الضال في أفراد الأسرة، والمرة الرابعة السامرية نقابله في مكان العمل، والمرة الخامسة في الأحد الماضي نقابل في مكان الاستشفاء أو المستشفى أو العيادة. النهاردة نقدر نقابل المسيح في الشارع، وكلمة الشارع مش كلمة محدودة، هي كلمة كبيرة وواسعة. يمكن أن نقابل المسيح زي ما بيقول كده في أول المعجزة دي، وفيما هو مجتاز يعني ماشي في الشارع أو بيعدي الشارع رأى إنسانا أعمى منذ ولادته. يمكن أن نقابل المسيح في الشارع. كلمة الشارع زي ما بقول لكم هي كلمة كبيرة، ومكتوب عن المسيح أنه كان يجول يصنع خيرا، يجول يعني ماشي في كل مكان. وطبعا في المعجزة دي المقابلة ما بين المسيح والأعمى، بستخدوا بالكم من حاجة مهمة قوي، إن التلاميذ قالوا له هو الأعمى ده، ربنا يحفظكم جميعا، هو الأعمى ده أخطأ أم أبواه؟ لأن فكر اليهود كان منحصر أن الخطية مرتبطة بالمرض، فكان هذا الإنسان عنده مرض شديد خالص بعيد عنكم ما بيشوفش، أو على الأصح ده اتولد كده، اتولد أعمى، فده معناه فكر اليهود أن خطيته ضخمة جدا. بس بيقولوا ده اتولد أعمى، طب ازاي خطيته؟ لحق يعمل خطيه ده امتى؟ فعشان كده خيروا المسيح بين حاجتين، يا ترى هذا أخطأ أم أبواه؟ وأرجو أنكم تتخيلوا وياي أن هذا المولود الأعمى ولد بين بدون جهاز بصري، يعني كرة العين دي مش موجودة، العصب البصري مش موجود، يعني من الحاجب اللي عند عينيه لغاية خده مفيش حاجة، يعني في عضو من أعضاء الجسم مفتقد مش موجود. هذا أخطأ أم أبواه؟ خيروا المسيح بين حاجتين، فوجئوا ان المسيح بيجاوب الإجابة التالتة. إيه بقى؟ بيقول كده لا هذا أخطأ ولا أبواه، وعايز يشيل منهم فكرة ارتباط المرض بالخطية، لكن لتظهر أعمال الله فيه، الله سيتمجد فيه. إزاي؟ هو ده بقى اللي عرفناه خلال المعجزة. فكان السيد المسيح يعمل وقال كده، ما دام ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. وكلمة نهار هنا معناها العمر، ما دام ربنا عطيك عمر لازم تشتغل، ما دام عطيك صحة لازم تشتغل. وكلمة النهار اللي هي الحيوية والصحة والفاعلية، يعني بمعنى أن الإنسان ما يكسلش طالما توجد الطاقة والعمر اشتغل. وطبعا في مجال الخدمة، في مجال العمل، الكنيسة كل خادم كل مسؤول بيشتغل آخر يوم في حياته، يفضل يشتغل، لأن هو يقول كده ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، اللي هو نهاية الحياة، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. عايز أوصل وياك أن المسيح قابل هذا الرجل المولود أعمى. قد تكون أنت تعمل عمل المسيح اللي تساعد شخص أنه يشوف، أو قد تكون أنت
الشخص اللي ممكن المسيح يقابلك ويعمل وياك عمل عظيم زي هذا العمل. عايز أقولك إن الأعمى ده لم يطلب الشفاء لنفسه، يعني ما عادش كده يا باشي ويقول أنا عايز أفتح، أريد أن أبصر، بعكس أعمى تاني ما قالش كده، هو شافه بس في الطريق. ولما شافه المسيح أسرع وخدمه، يعني المسيح صاحب المبادرة، تعالى تفل على الطين، عمل كرتين صغيرين من الطين كده اللي هو مادة الخليقة، لأن الإنسان من تراب إلى تراب يعود، وحطهم مكان العين وقال له روح اغتسل في بركة سلوام. بركة سلوام هي آخر المدينة، آخر القرية، فيعني طول ما هو ماشي في السكة، طبعا حد سحبه، حد شده، فطول ما هو ماشي في المدينة هو إيه اللي حصل. وطبعا أنا بتصور أن الأخ ده المولود أعمى كان عامل كده عشان حتتين طين ما يقعوش، فمنظر غريب، فواخده حد شخص ما وماشي ويا، انت رايح فين يا عم؟ انا رايح اغتسل في بركة سلوام. تغتسل ايه؟ تغسل الطين؟ تغسل الطين مش داخل المخ. طبعا زمان لا كان في طبيب عيون ولا مستشفى للعيون ولا أدوية ولا قطرات ولا نظارات ولا الحاجات دي كلها، موضوع خارج تفكيرهم. وراح لغاية هناك، خد شوية مية، حط ايده في المية، غسل الطين، وهنا في قدر عالي جدا من الإيمان فأبصر. يقول كده حتى يقولها في ثلاث كلمات، مضى واغتسل فأبصر وأتى بصيرا، كان رايح أعمى ورجع بصيرا. المسيح كان صاحب مبادرة في أنه يتقدم إلى هذا المولود أعمى وأنه يشفيه ويجعله يبصر. وترى أنت عندك نفس الموقف ده؟ هقول لك آية من الآيات المؤثرة جدا في الكتاب، من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية. ودي أحد المبادئ المسيحية، من يعرف أن يعمل حسنا، والآية دي مفتوحة، حسنا ده ممكن في البيت، في الشغل، في الوطن، في المجتمع، في الكنيسة، في الخدمة، في دير، من يعرف أن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل ذلك خطية. ممكن أن أقول أنا مالي، ما ريح دماغي، عارفين بقى الكلمات اللي ممكن تكون بهذا المعنى، ما ريح دماغي. طب افرض أنت بتعرف أنك تعمل وما عملتش خطية، مع أنك أتسكت، لم ترتكب خطية بطريقة فعلية، لكن لأنك منعت الخير، منعت أن تعمل حسنا، منعت نفسك، كانت النتيجة إنها تعتبر خطية. تعال نبتدي رحلة كده ويا بعض. في الشارع ممكن أن تتقابل مع المسيح ويرافقك في السفر، الشارع دايما رمز للسفر، سفر، واحد يسافر من حتة لحتة. ويمكن أكتر مثال حلو في الموضوع ده تلميذي عمواس، فاكرينهم بعد القيامة في يوم القيامة، يقول لنا كده في إنجيل لوقا 24، كان يتكلمان مع بعضهما الاثنين اللي ماشيين عن جميع الحوادث، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما. يعني الاثنين عم يتناقشوا، مدرتش، ما سمعتش الأخبار، ده بيقولوا المسيح قام النهاردة، أخبار إيه؟ طب سمعت ايه؟ التبادل الحوار ده. اقترب اليهما يسوع ومشى معاه، وابتدى يتكلم وياهم، بيعتبروا واحد مسافر وياه. فنمر واحد، المسيح يستطيع ان يرافقك في السفر في اي اتجاه انت رايح، يمشي مع كل خادم رايح يفتقد حد،
ممكن جدا، او مع اب، اي اب كاهن رايح يفتقد بيت او يعمل انديل او يقدم خدمه او يصالح ناس. العمل ايجابي، من يعرف ان يعمل حسن ولا يعمل، فذلك خطيه. المسيح معدي لقاه اعمى، والمسيح يقدر يشفيه، يقدر يخليه فتح، فعمله المعجزه. اوعى تتقاعس عن عمل ايجابي انت شفته وريحت دماغك، خطيه. ممكن الانسان يبقى ماشي ويا شخص رايح مثلا يحضر قداس في الكنيسه او اجتماع، ودايما بيقولوا تدريب كده لطيف ان كلمه يوم، المسيح ماشي معايا كل يوم، كلمه يوم لها تعبير لطيف قوي، حرف ليه يسوع وحرف الواو واقف وحرف الميم معايا، فكلمه يوم نفسها معناها يسوع واقف معايا. تقوم تدي لك نوع من الرفقه الروحيه اللي تبقى انت فيها وعايش بيها باستمرار، ممكن يقابلك في طريق السفر. نمره اتنين، ممكن يقابلك في طريق الالم. واحد في الشارع بقابله متالم، متالم باي شكل من الالم، والالم ده لكل البشر بس بيختلف جرعه الالم من واحد لواحد. لا تحسب انه يوجد انسان بلا الم، مفيش، لان الالم ده جزء من الوجود البشري، الوجود البشري. كانت ست أرملة وعندها ابن وحيد وهو كل رجائها، ما عندهاش ولاد تانيين، هو ابنها ده اللي حطت كل حياتها فيه، مات. فتخيل مقدار الحزن اللي في هذه الأرملة. يقول كده: فلما اقترب إلى باب المدينة إذ ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة، فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال: أيها الشاب لك أقول قم. نفس متألمة، واحد بيواجه ألمات كتيرة، ممكن تبقى ألمات مش شرط أن أنا أبكي، مش شرط أن أنا أصرخ، ده ممكن ألم يكون جوه الإنسان ولا أحد يسمعه. ده حتى في صلوات بنقول كده: من الأعماق صرخت، في مزامير النوم، من الأعماق صرخت، مع أن ما حد سمع الصرخة دي جوه. وخد بالك دايما الأمور أو الألمات الداخلية أصعب بمراحل من الخارجية خالص. يمكن الواحد لما يبكي شوية ولا يعني يفضفض شوية ولا يصرخ شوية يعني يرتاح، لكن الألم الداخلي ده في غاية الخطورة. وفي ناس أحيانا يكتم الألم جواه، والألم يبقى ربنا يحفظكم يبقى عامل زي المرض، عمال يستشري جوا حياته لغاية ما يصاب بأتعاب كتير. تعال أفكرك بشهداء ليبيا، شباب متغرب بيدور على لقمة عيشه في بلد تانية، إمكانياته محدودة، وراحوا في البلد هي كل حياتهم إن إحنا نشتغل عملنا بكل أمانة ونرجع بقرشين لأسرنا، دي كل الحياة. ثم حصل اللي حصل بقى. طب الصلابة اللي جابوها دي، الصلابة الإيمانية جابوها منين؟ إن كان شعورهم إن المسيح وياهم. حتى لما بتشوفوا الفيديو بتشوفوا كده انه كان بيصرخ وبينده المسيح، وطلعوا رجالة جدعان رفعوا اسم مصر واسم الكنيسة واسم المسيحية، وبقت سيرتهم موجودة في كل العالم فخر واعتزاز. المسيح يستطيع ان يقابلك في طريق الألم ويبقى وياك فعلا ويشيل عنك. نموذج. نقطة ثالثة، انه
ممكن تتقابل ويا المسيح والمسيح يتقابل وياك في صورة شخص محتاج. ما قصدش الاحتياج الفقري يعني، واحد بيقول لك لله، ما قصدش دي، لكن أي احتياج بصفة عامة، زي ما تعمل ويا السامرية وقال لها اديني أشرب الاحتياج ده. فيقول كده: لأني كنت جوعان فأطعمتموني، كنت عطشان فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. عملنا إمتى الكلام يا رب؟ عملته مع إخوتي هؤلاء الأصاغر. عشان كده بيقولوا إن في مفتاح للخدمة اسمه مفتاح متى 25، اللي هي فيها الآية دي، الآية اللي نقلت في إنجيل متى إصحاح 25، تلاقي العبارة ده هي: تعالوا يا مباركي أبي رسل الملك المعد، ليه عملت كذا وكذا وكذا وكذا. وهذه آية حقيقية، حقيقية يعني إيه؟ يعني ممكن تختبرها في حياتك، تعيشها، تشعر بيها فعلا. وفي نفس الوقت انك تقدم نوع من الخدمات المختلفة. بنسمع عن خدمات الهوملس. الهوملس هوم يعني بيت، ولس يعني ما فيش بيت، اللي بنقول عليهم بالتعبير الشعبي كده المشردين، واحد ملوش مكان، واحد في الشارع مش كده، ليه نايم تحت كوبري. تخيل حكاية شخص نايم تحت مكان زي كده، لا له أهل ولا له أحباب ولا له جيران، ولو حب يشرب حاجة سخنة ما يلاقيش، مش كده برضو، ومفيش باب بيقفله على نفسه وهو نايم. صورة صعبة. وعلى فكرة الصورة دي موجودة في كل بلاد العالم، في أرقى دول تقدر تشوف الصورة دي. يعني هيش مرتبطة بأن البلد دي غنية ولا فقيرة، موجودة في كل العالم. في ناس نقول عليهم كده جات عليهم الدنيا، مش كده برضو، جات عليهم الدنيا. أو يقول لك ربنا يكفيك يا فلان شر الحاجة. كل التعابير ده هي تعابير مؤثرة. حتى إحنا وإحنا النهاردة بنحتفل بعيد البشارة، أمنا العذراء مجرد سمعت إن إليسا بطنة سيبتها حامل وست كبيرة، جري سابت بلدها والهيكل وراحت جري وعبر طرق تعبانة عشان توصل عند إليصابات، وتوصل عندها عشان تقدر تخدمها وتفضل وياها. بادر، بادر إنك تعمل الخدمة دي. صورة رابعة: إن الإنسان بيقابل نوعيات من البشر لهم حضور في المجتمع، لكن خدمتهم بتستلزم إنه يبقوا في الشارع. عملهم يعني الراجل عامل النظافة اللي بيشتغل في الشارع ده، وده شغله، ده شغله، ويجب أن يحترم، ويجب أن نقدم له كل مساعدة ممكنة. وأوعى تسمح لعينك إنك تنظر له نظرة احتقار، لأن ده لو غاب الشارع اللي أنت ماشي فيه هيبقى إيه؟ هيبقى حاجة لا تطاق، مش كده برضو؟ فأنت محتاجه. كتير ناس بتشتغل في الشارع، يعني أحيانا أيام ما كان في العدادات بتاعت الكهرباء بتاعت ما يلاقي في واحد مخصوص جاي يقرأ عدادات، شغلته كده يطلع سلالم ويقرأ عدادات، شغلته. والشغلة دي مطلوبة ولازم عشان تكمل المجتمع. الناس بتوع الدليفري اللي أحيانا يوصلوا الحاجة لغاية البيت، وده شغلته. السائق، والسائق ده بيقوم بعمل، عمل بيوصل من مكان لمكان، وكل توصيلة لها سبب، واحد مسافر للحتة دي، واحد رايح المشوار ده. مثلا أحيانا بعض الناس بتبيع حاجات في شارع، بنسميهم بقى المتجولين أو الجائلين. ما هو ده بيدور على رزق، وهيعمل إيه يعني؟ هيعمل إيه؟ لكن أنت لازم يكون عندك الإحساس، أولاً احترام هؤلاء،
وإن كان عندك الإمكانية إنك تقدم أي شكل من أشكال الخدمة قدمها وبادر زي ما المسيح عمل. مثلا رجال المطافي اللي بيبقوا قاعدين وفي غمضة عين يقول له روح المكان الفلاني فيه المشكلة دهي، دي شغلتهم. بتوع الإسعاف بالمثل. ويعني ممكن نقيس بقى، يعني نقول الحاجات دي بيتحركوا تحت المطر في الحرارة الشديدة في نص الليل في نص النهار، ناس مجتمع. يا ترى انت بتقدر تبادر انك تكون شكل من اشكال المعونة لهؤلاء؟ بتقدر تسندهم على الاقل بكلمة طيبة؟ احكي لكم حكاية القديس ابو مقار. ابو مقار كان عنده تلميذ، والتلميذ قال له انا هقوم اروح اوضب الكنيسة عشان نصلي فيها. هو ماشي في السكة في البرية شاف خادم الاوثان، خدم الأوثان اللي بيعبدوا الأوثان أصنام، عمال يقطع حطب ويسويه ويعملوا حزم عشان عبادته. فبص له كده نظرة استعلاء وقال له إيه؟ عليك اللعنة يا خادم الشيطان. طبعا كلام صعب وعلى أول نهار. فالراجل خدم الأوثان ده ساب الحاجة اللي في إيديه وطلع ورا التلميذ ده، ويعني يكاد يكون عدم العافية. عارفين عدم العافية يعني ايه؟ عارفين طبعا. بعد شوية جه مين؟ جه القديس ابو مقار رايح في نفس المشوار. الراجل كان رجع لعمله، فبصوا كده وقال له ايه؟ طوباك يا رجل النشاط، ده وثني بيقطع حطب. فالراجل كلمتين حلوين على الصبح كده بيفتحوا النفس. طوباك يا رجل النشاط، طوباك يعني يا بختك، ربنا يباركك، زي ما انت تبقى ماشي كده الشده يا رجاله. فالراجل حط الحطب وجه قال له انت ليه قلت لي كده؟ ده في واحد قبلك قال لي كذا كذا وكنت هموته. قال له عشان شفتك قايم من الصبح بدري وعمال تجيب الحطب وتنقله وتقطعه وتسويه وتعمله حزم نشاط. قال له ممكن أكون تلميذ لك وسيب الحطب وبقى تلميذ لك؟ شايف الكلمة الحلوة عملت إيه؟ كلمة حلوة لواحد بيعمل عمل واحد وثني. وانت في الشارع وانت ممتاز كل الفئات تحتاج، ده انت ممكن كلمة طيبة تقولها لعامل النظافة، بيسموه الأحيان في بعض البلاد العامل الصحي، انه تقول له كلمة طيبة. يا بس هو ده عمله، والعمله ده أنا محتاجه، وهكذا. الناس اللي بتشتغل في المخلفات والزبالة والحاجات ده هي دي ناس لها ضرورة لها عمل، وبدونها تبقى مشكلة كبيرة خالص في أي بلد وفي أي مدينة. نظرة عينيك بتقول إيه؟ تستطيع أن تقابل كل إنسان متروك أو وحيد أو متألم، وتستطيع أن تصنع شيء. مرة واحدة ست اشتكت لي شكوى غريبة شوي. قالت لي يا بونا أنا نفسي التليفون بتاعي يضرب، تليفون الموبايل في إيدينا ده. قلت لها يعني إيه؟ قالت لي ما حدش بيتصل بي. أحيانا أنت تشكي من كتر الناس اللي بتضرب عليك تليفونات، مش كده برضو؟ وفي نفس الوقت في ناس محرومين حتى انهم يسمعوا جرس التليفون، حدش بيسأل، كل واحد ملهي في حياته. يا ترى بدور على دول؟ يا ترى بتشوفهم؟ يا ترى بتحس بألمهم؟ يا ترى وانت مجتاز رأيت هذا الأعمى وقلت في نفسك ما دام نهار ينبغي ان اعمل وعملت حاجة؟ يعني ممكن قوي تاخد نمرة الأرملة ده هي وكل يوم ولا كل يومين أسأل علي عاملة إيه يا ماما، إزاي صحتك، أي سؤال كده طيب مش محتاجة حاجة. بادر بعمل الخير، بادر أنك تصنع شيء. طبعا تعرفين العالم دلوقتي بقى فيه لاجئين كتير وفيه نازحين كتير
والحروب اللي عمالة تحصل دهيت. بيقولوا العالم فيه أكثر من 100 مليون لاجئ، يعني شخص مش عايش في بلده، مش في مكانه. قال المسيح كده: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. احفظها، ما دمت في العالم فأنا نور. حاول تنور للآخر. هديلك في نهاية الكلام 3 تدريب تقدر تعمله. التدريب الأول إنك اصنع رحمة، اصنع رحمة وانت في الشارع، وبرضو ما اقصدش الشارع يعني واحنا ماشيين، لكن بصفة عامة وانت خارج البيت خلي عندك الاستعداد لصنع الرحمة. يقول لنا في سفر المزامير: طوبى لمن يتعاطف على المسكين، في يوم شر ينجيه الرب. طوبى للذي ينظر إلى المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. ويقول آية تانية في الأمثال: من يحتقر قريبه يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. دي في أمثال 14. مرة من المرات جه واحد تاجر لأبونا شوي كامل في اسكندرية، وقال له: أنا يعني تجارتي ماشية حلوة أو ده، أنا بكسب كل يوم 2000 جنيه. قال له: كويس خالص، يعني دخلك كويس؟ قال له: آه، بس حكاية العشور دي 2000 جنيه، يعني عشورها 200 جنيه، لا كتير علي كتير. قال له: طب عايز تدفع إيه؟ فابتدى يفاصل ويا أبونا كويس. فأبونا طلع ناصح، قال له: أنا مش عايز عشور خالص. قال له: كده ريحتني، بس عايز منك حاجة تانية. قال له: إيه رأيك هدي لك أسرتين فقراء تخدمهم؟ قال له: آه، إذا كان كده يبقى كويس. الراجل حط في باله أن يخدمهم ب50-60 جنيه ويبقى إيه، وفر الباقي، مش كده برضه؟ بعمل عليه يعني ريح ضميره. فرح، لكن أبونا كان ناصح، فابتدى يخدم الناس هي ويشوف حالهم وظروفهم التعبانة خالص دهية، وواحد صغير عيان، واحدة تعبانة محتاج حاجة في المدرسة، الحاجات دي. فابتدى يخدم وابتدى يرجع فرحان. فمرات الراجل راحت لأبونا قالت له: جوزي دايما فرحان وفرحان بالعمل اللي انت قلته له. قال لها: اه كويس كويس، حاجه كويسه خالص. بعد ما عمل الحكايه ده هي وبقى مهتم باسرتين، راح لابونا وقال له: ممكن تديني اسره ثالثه؟ ممكن تديني اسره رابعه؟ وفضل يقدم ما ازيد من العشور لانه بادر بعمل خير. اصنع رحمه، اصنع رحمه باي صوره من الصور. خليش قلبك ناشف، خليش قلبك قاسي. احنا دايما نصلي في الكنيسة كلمة كيريا ليسون، دايما نصلي كيريا ليسون، وفي نص الليل لما بنيجي ننقل من هوس لهوس نقول امين كيريا ليسون كيريا ليسون، امين قللوا يا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون، نكررها 3 مرات. يعني ايه ال3 مرات دول؟ معناها مرة إن علمني يا رب إن قلبي يبقى رحيم، والمرة الثانية إن إملأ قلبي بالرحمة ما يبقاش قلب صخر، والمرة الثالثة علمني أن أصنع رحمة. يبقى خلي قلبي رحيم واملأ قلبي بالرحمة وخليني أصنع رحمة. اوعى يكون قلبك جاف، قلبك ناشف، اصنع رحمة. التدريب الثاني: اصنع وقدم محبة. قدم المحبة بتاعتك مهما كانت بصورة بسيطة جدا، قدم محبتك واعلن محبتك. المسيح لما قابل الراجل دهوت المولود أعمى أراد أن يعطيه فرصة أنه يرى الحياة. ربنا يحفظكم. الأعمى ده مش شايف حاجة، لا عارف دي شجرة ولا ده ليل ولا ده نهار ولا، لكن أعطاه له فرصة أنه يرى الحياة وجمال الحياة. صنع المحبة يجعلك أو تجعل الحياة جميلة عند الآخرين. عندما تصنع محبة
الناس تشوف ان الحياة جميلة اللي ربنا عطاهالنا ده هي. ولما بقول الحياة جميلة ده هي، دي عبارة قالها القديس أغسطينوس، الحياة حلوة جميلة، ربنا عطاهالنا نعمة، بس ازاي ان انا اكون سبب في ان الاخرين يشعروا بجمال هذه الحياة؟ قدم محبتك، المحبة تجعل الحياة جميلة جميلة في كل عمل. في امبراطور قال انا عايز ابني كنيسة كبيرة وحط عليها اسمي، فعمل كنيسة ضخمة وكتب كده لوحة رخامية، الكنيسة دي بناها الامبراطور فلان، وابتدوا يقولوا له بقى استعد تعالى افتتحها. ففي الليلة بتاعت افتتاحها فوجئوا ان اللوحة اللي مكتوب عليها اسمه منزوعة، ولوحة تانية اتحطت وكتب عليها اسمين، فاستغربوا مين اللي عمل كده، ان الكنيسة دي بناها سينوصات، فشلوها وحطوا اللوحة بتاعت الامبراطور باسمه. اتكرر الموضوع ده تاني مرة، الامبراطور انزعج جدا، هو ايه اللي الاثنين دول اللي بنوا الكنيسة، دوروا لي على الاثنين دول مين؟ قعدوا يدوروا لقوا الاثنين دول طفلين صغيرين عيلين، بقوا مستغربين اكتر، العيال دي بنت الكنيسة دي ازاي؟ مع التحقيق اكتشفوا الاتي، ان الاطفال دول في براءة متناهية، كان في جواهم احنا عايزين نبني كنيسة، لكن طبعا ما عندهمش اي امكانية، فكانوا ساكنين برا البلد في كوخ صغير، فكانوا يشوفوا الجمال معدية شايلة طوب، فيسألوا بابا وماما هي الجمال دي شايلة الطوب ليه؟ لك اصل الامبراطور بيبني كنيسة كبيرة. فجت لهم فكرة في مخهم، فكرة جميلة قوي، تما يلا هنحضر معون مية كبير كده نحطه عشان الجمال اللي ماشية في السكة تشرب منه. شوف تفكير الولاد، تفكير البسيط، فبقى الجمال وهي ماشية قدام الكوخ بتاعهم يحطوا معون المية، الجمال تشرب وتروح عشان تنزل الطوب اللي هيبني بيه الكنيسة. أتاري محبة الأولاد الصغار دول، كان ولد وبنت إخوات، اللي قدموا فيها المية للجمال اللي شايل الطوب اللي الإمبراطور هيبني بيها الكنيسة، كانت أمام الله عمل محبة كبير جدا، استحقوا أن اسمهم هو اللي كتب على الكنيسة مش الإمبراطور. اعمل عمل محبة حتى وإن كان كأس ماء بارد، كوباية المية، عمل المحبة ده هي. خليش يومك يعدي من غير عمل محبة تسند بيه آخر. اصنع رحمة، قدم محبة، اسند ضعيف. حاجة التالتة، اسند شخص ضعيف. ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد قليل. ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد قليل. اعمل عمل واسند شخص ضعيف. قريت انا مرة القصة اللطيفة ده، هي امرأة عمرها 67 سنة هتخدم انسان عمره 87 سنة، هي عمرها 67 رايحة تقدم صحية، رايحة تخدم انسان عمره 87. فواحد بيسألها بيقول لها ليه بتخدميه؟ قالت له اصلا انا بحوج ساعات في بنك الوقت او بنك الزمن. فلها يعني ايه؟ قالت له بلدنا، والبلد دي في سويسرا، واعتقد مصر ناوية تعمل حاجة زي كده، خلت كل انسان عنده طاقة انه يخدم اخر محتاج، واحد مسن، واحدة ارملة، في بيت ملك اطفال، اي نوع من الاحتياج الاجتماعي ده هي، اي واحد يروح يخدم يوم يتحسب له ساعات، انا خدمت البيت اربع ساعات، يكتبوا له لك اربع ساعات، طيب خدمت كمان اربع ساعات بقوا تمانية، يحوش ساعات خدمة. لما يكبر ويعجز ويحتاج حد يخدمه
الدولة توفر له ناس تخدمه بدون مقابل. يعني ممكن ساعات الخدمة اللي انت بتقدمها ده هي بتتحسب ليك ومن خلالها بتخدم ناس وفي المستقبل تلاقي ناس تخدمك. ما هو الناس لبعضها زي ما بيقولوا. اسند شخص ضعيف. شخص ضعيف ممكن يكون يتيم. ممكن يكون شخص من ذوي الهمم. او اللي هو عندهم نوع من اي شكل من اشكال الاعاقة. شخص مريض. شخص عنده شكل من اشكال الاحتياج او الضعف باي صورة من الصور. قدم نفسك. وسن الضعيف. في وصية في الإنجيل بتقول كده. اسندوا الضعفاء. شجعوا صغار النفوس. اسند كل شخص ضعيف. واعرف كده. ارمي خبزك على وجه المياه. فإنك تجده بعد أيام كثيرة. قصة المولود أعمى. هي أحيان بناخدها بمنظور التوبة. وأحيان بناخدها بمنظور المعجزة الكبيرة. لكن في نفس الوقت. هي لها معاني حياتية في حياتنا. أن الإنسان يبادر ويقدم عمل مدام في نهار وفي صحة وفي حيوية. ومن يعرف أن يعمل حسنا من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. الأسبوع الجاي بنعمة المسيح يبقى آخر الاجتماع. آخر اجتماع فترة الصوم يعني. بس أذنكم ان الاجتماع ده هيبقى من الدير. هنعمله من الدير عشان داخلين بقى على اسبوع الالام. وبعدها يتوقف الاجتماع فترة الاعياد اسبوع الالام والخمسين. وبنعمة المسيح نتقابل في بداية صوم الرسل تقريبا كده نص شهر يونيو. كل سنة وانتم طيبين. من الهلوية ضبت ريكي وكي عقب دماتيكي لكي يستسعون طليعون نار نوشبون نقوي مجيو بن شوي سيزون بخريش شيري ام ابنو ديميتش ساركس اندي بارثينوس ونعنان اكي تشيت خاري سموي سيثيمت اوي بنتي ميتشي سيدك تيمت خلو امتي اكو بنوك نار إما توصل بك يتصد من دضامي تصفي أنت صلومون بن معبركي دضامي الدين يا بوصول سويسمي عريبون خلب طويرات من يوت الطيوت النار شرف بابا طوادروس نمن يوت نيبس كوبس نيتكي نمن يوت المتروبوليتيس آبا موروس نمن يوت نيبس كوبس نيتكي نيمرف نودن ديد بيو تقرو جنو اثرونو سناميشن روم بينا مانسي نيري نيكون انتف سبيو انو قاجيتي صابي سيت انو اتشارم جين كوريم وفي برستون سريا كنت فكرم نوب عني بنخن ويريني كتاب ابنش دينا كريه ليسون كريه ليسون كريه يبلوكي صنع من اسمو ايرون ويروي ستيمتان يكون ايرون وباسم يترأف الله علينا وباركنا وزن رجع علينا وارحمنا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشار الصليب المحي بالسؤالات وطلبات اللي ترفعنا في كل حين ولايه الاله قديسه الطاهره مريم والاربعه المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال واربعه وعشرين قسيس واربعه طيانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الذين ارضوا رب عملهم الصالح منذ ادم الى اخر الدهور بركه قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليله وبركة عيد البشارة المجيد وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أمين. أيها المسيح لهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض رزقنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن المحيي شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم ومع روحك أيضا Thank you.